كل عام وانت بخير وعسى عمرك طويل يا صديقتنا العزيزة. خلونا نشوف صديقتنا نبراس شو هي هوايتها. نبراس شاكر خضر البنيات البناي عندها هواية مشاهدة قناة فندق الفضائية، وهذا شيء جميل، وأكثر الأطفال يحبون قناة فندق الفضائية، وكذلك عندها هواية الاستماع لقصيدة حيدر إمامي. تذكرون القصيدة؟ بسم الله دوم ابتدي وحيدر امامي علي، حيدر امامي علي، حيدر امامي. الظاهر ان نبراس تحب هذه القصيده، نقول لها بارك الله فيك وعسى عمرك طويل، كل عام وانت بخير، ونشوف صورتها عن طريق الانطباق الثاني. بهالدواء يسمعها رب المعبود، نشتم بس عطور ونقطف من دنيانا بس ورود، كل يوم اللي يسعد خاطرنا نتمنى بكل لحظة تعود، كل يوم اللي يسعد خاطرنا نتمنى بكل لحظة تعود، نتهنى نتغنى نطلع من السعودية.